نهاركم سعيد مشاهدينا. اليوم الثلاثاء 12 أيلول 2017. طبعا يعني مشهد الحكومة بشكل أساسي والتسوية بين حزب الله وتيار المستقبل هي اليوم المسيطرة على المشهد السياسي اللبناني، بعد أن كانت هناك أقاويل بأنه هذه التسوية قد اهتزت. هناك حديث بأنه تحت الطاولة هناك يعني تقارب مجددا بين حزب الله وتيار المستقبل. طبعا إلى إضافة إلى هذا، بالأمس الضجة التي أرفقت بعودة المخرج زياد دويري أمس أو أول من أمس الأحد إلى مطار بيروت الدولي وإيقافه من قبل الأمن العام، وذلك بسبب القضية العالقة منذ أن صور فيلم الصدمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي انتهت بالأمس بإخلاء يعني بعدم وجود تهمة بحسب القضاء لزياد دويري. طبعا هذا كله يعني قبل لازم نعتذر عن تأخير نهاركم سعيد اللي بلش مؤخر 25 دقيقة، وذلك يعني بسبب عجقة السير الاستثنائية اللي موجودة من بيروت إلى جونيا. ضيفنا حازم الأمين بعده ما وصل، ممكن يتأخر بعد 10 دقائق. السير مسكر تماما على مدخل بيروت الشمالي مرورا بالفوروم والسيتي مول. بالانتظار نتطرق إلى موضوع سلسلة الرتب والرواتب، التي هناك معلومات للـ LBC بأنه قد يكون هناك في اتفاق تحت الطاولة من أنه لا يتم إعطاء هذه الزودة لموظفي القطاع العام بسبب رفضة أو ربطة بموضوع الطعن الطعن اللي قدمه النائب سامي الجميل بقانون الضرائب. خلينا نتوقف مع هذا التقرير وبعدها بناخذ اتصال مع الاقتصادي غازي وزني. يبدو أن تلويح رئيس الحكومة سعد الحريري في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة لعدم إعطاء سلسلة لموظفي القطاع العام في حال لم تتأمن إيراداتها لم يكن مجرد كلام فقط. فمجلس الوزراء الذي توقف عند تطبيق سلسلة الرتب والرواتب من دون ضرائبها وناقش مطولا النتائج المترتبة عن صرف مبالغ السلسلة، يبدو أنه حزم أمره، إذ أن اتفاقا ضمنيا حصل في مجلس الوزراء على التريث بدفع الزيادات على الرواتب التي أقرتها سلسلة الرتب والرواتب بانتظار قرار المجلس الدستوري في الطعن الذي قدمه النائب سامي الجميل في قانون الضرائب في 31 آب الماضي بحسب ما كشف مصدر مطلع للـ LBCI. المصدر وصف اتفاق مجلس الوزراء في هذا الخصوص بأكثر من تريث، فإذا قبل الطعن في قانون الضرائب لا سلسلة نهاية أيلول الحالي. المصدر عينه ذكر أن الطعن في قانون الضرائب الذي قدم إلى المجلس الدستوري يحتاج إلى 15 يوما، وبالتالي فإن القرار النهائي سيصدر في 15 أيلول الجاري. وعما قاله وزير المال في الجلسة الأخيرة عن أن القانون لا يعدل أو يلغى إلا بقانون، يقول المصدر سنرى ما يمكن فعله. وردا على سؤال عمن يتحمل المسؤولية في حال تطيير السلسلة، يجيب المصدر فليتحمل المسؤولية من قدم الطعن. دكتور غازي وزني نهارك سعيد، حضرتك معنا مباشرة عبر الهاتف. أهلا فيكم بالمشاهدين. أهلا فيك. إذا مثل ما استمعنا يبدو بأنه هناك من يهمس بأن هناك اتفاق تحت الطاولة يربط الطعن بقانون الضرائب المقدم من النائب سامي الجميل بإعطاء سري مفعول الزودة لموظفي القطاع العام والتي أقرتها سلسلة الرتب والرواتب بدءا. إذا ما صح هذا، هل هذا قانوني؟ هلا اكيد التسوية تحت الطاولة هي مخالفة للقانون، لانه السلسلة قد اقرت بقانون رقم 46 يلي هو مستقل استقلال كلي عن قانون الموارد الضرائبية اللي اقر تحت بقانون رقم 45، يعني يوجد استقلالية بين الاثنين وما في ربط بين الاثنين، ولا يمكن قانونيا او دستوريا الربط بين الاثنين. اذا صار في اتفاقية سياسية بعدم دفع رواتب بنهاية شهر ايلول، لانه بقانون السلسله للعام 46 في الماده 20 واضحه بهالشغله، تلزم ان الحكومه بنهايه شهر ايلول ان تدفع رواتب الاجور. اذا كان
اتفاقية سياسية انه ما يدفعوا، حين ذلك يستطيع المواطنين تبع القطاع العام بالمرحلة المقدرة رفع دعوة ضد الحكومة ومطالبة هذا الحق، لانه اليوم أسس الرواتب التي يوصل الحق لمواطنين القطاع العام لا يمكن الغاء او عدم دفع، ويتوجب حين ذلك على الدولة انه تدفع. من هون التسوية السياسية هي هرطقة مؤقتة مالية ما لها كثير مصاري، لانه اليوم الكلفة الشهرية من المواطنين تبع القطاع العام هي تكلفهم 110 مليار ليرة. نعم. هل تستاهل الأمور أن الدولة تعمل مخالفة قانونية تلاحق عليها لاحقا كلمة 110 مليار ليرة والهدف الكبير الموجود فيها؟ أنا ما بشوفها أنه محلها. إذن بالمنطق الدستوري والقانوني هذا غير قانوني. عفوا، ربط انتظار نتائج الطعن المقدم من النائب سامي الجميل بخصوص قانون الضرائب بمفعول السلسلة، ويعني اعطاء زيادة الرواتب لموظفي القطاع العام. طيب، نحن يعني ل 15 ايلول، نحن اليوم ب 12، اذا القرار مش ب 15 ايلول اذا ما قبل هذا الطعن. واضحة فكرتك بأنه غير قانوني، ولكن هذا سيرتبط بكيف ستمول هذه السلسلة وهذه الزيادة، خاصة بأن الطبقة السياسية رابطة التمويل بالضرائب وبأنه ما في مصدر آخر، وإذا فإذا هيدا ممكن أنه يكون له نتائج سلبية وسريعة على الاقتصاد؟ لا أكيد لا، أنا ما بوافق على الموضوع، لأن أولاً قلت لك أنا أخذ كلفة السلسلة على المواطنين كتار عام شهرياً 110 مليار ليرة. هيدي الكلفة الشهرية بدون شك أنه في فترة الشهر أخذت الموارد تبع السلسلة رح نلاقي لها حل. إذا أخذنا من مبدأ أنه صار أنه قبول الطعن بالقانون كله، يعني أخذت للقانون، حين ذلك في حلين للموضوع. أول حل أنه مجلس النواب يجعل بيطرح قانون جديد ناخذ بعين الاعتبارات الشوائب والثغرات اللي حكى عنها المجلس الدستور، حين ذلك غالبية الإجراءات الضرائبية ستعود إلى لتمويل السلسلة، هذا أول إجراء. أو إجراء الثاني وقت إنه مجلس الوزارة حين ذلك يتخذ هو المبادرة يقدم مشروع قانون عام جديد يضم غالبية الإجراءات الضرائبية الموجودة كرمال تمويل السلسلة، يعني عودة عام جديد لجميع الإجراءات الضرائبية وستقدم إلى مجلس النواب، وحين ذلك ستقر تكون الموضوع أنه عودة جديدة للإجراءات الضرائبية أو عبر اقتراح قانون مجلس النواب أو عبر مشروع قانون من المجلس الوزراء بضم هذه الإجراءات لمشروع موازنة 2017. نعم. شو بيكون كلفتها على الدولة؟ كلفتها على الدولة أولاً دفع 110 مليار ليرة للمواطنين قطاع العام لشهر أيلول، وثاني شيء التعليق أو تأجيل قصة التدابير الضرائبية كلفتها على الدولة تقريباً 100 مليار ليرة، بتكون كلفتها كلفة موضوع الطعن على الدولة تقريباً 250 مليار ليرة. إذا نحن بانتظار 15 أيلول لمعرفة مصير قانون الضرائب، ولكن اليوم إذا ما علق هذا القانون قانون الضرائب، شو النتيجة وشو الانعكاس المتوقع؟ شو بيصير؟ يعني قلت لك إذا علق ألا ما في هذا مجلس الدستوري أو بده يقبل القانون. نعم. كليا أو جزئيا أو بده يرد الطعن. إذا الاحتمالين الأكثر واحدة إنه أو إبطال القانون أو الإبطال الجزئي للقانون. بالمرحلتين بيرجع الإجراءات القانونية الجديدة بتخلي إنه عودة الإجراءات الضرائبية، وبعد ما ناخذ موضوع قصة التمويل الثلثي. نعم. تمويل هذه الإجراءات الضرائبية. المادة كمان 20 واضحة بهالموضوع إنه يعطي قانونياً للمجلس الوزارة فتح اعتمادات إضافية تم تخطيط السلسلة، من هون انه قانونيا دفع المعاشات للمواطنين القطاع العام مغطاه بقانون 46 مغطاه بمشروع موازنه 2017 بالماده 14 منه، يعني ما في خوف بقصه التخطيط القانوني لكلفه السلسله. نعم. الموضوع الوحيد قصه انه قد ايه كلفتها على الماليه العامه، هذا بتوقف على السرعه اللي بدهم ياخذوها ان على صعيد المجلس الدستوري او المشاريع من اجل ضمع جديد هذه الاجراءات الضرائبيه الى تكون نافذه.
نعم، شكرا لك الدكتور غازي وزني. على العموم نحن بانتظار يعني 15 ايلول لمعرفة مصير الطعن الذي قدم بقانون الضرائب. انتقل الان الى الزميل مارون نصيف المتواجد قدام المحكمة العسكرية، يعني وطبعا التي تشهد اليوم محاكمة لأحمد الأسير. نهارك سعيد مارون. نهارك سعيد ديما، نهارك سعيد لك لضيفك وللمشاهدين. نعم، إذن بظل الأحداث الأخيرة طبعا يعني عاد وبرز موضوع محاكمة أحمد الأسير، ما آخر المعطيات في هذا الملف؟ نعم ديبا، بما في البداية لابد من مراجعة سريعة للمشاهدين عن ملف أحمد الأسير. كما بات معروفا وكلاء الدفاع عن الشيخ أحمد الأسير اعتمدوا في الجلسات السابقة ومنذ أكثر من سنة كل الوسائل القانونية وكل الاجتهادات التي تسمح لهم بعدم سير المحاكمة. يتقدمون بطلبات إلى المحكمة، يعتكفون عن حضور الجلسات، كل هذه الأساليب كانت دفاع يستعملها لعدم سير المحاكمة ولعدم استجواب الشيخ الأسير ولعدم صدور الأحكام. يقال وتتردد معلومات في السياسة قبل كشف مصير العسكريين، وهذا الأسلوب يعتمده أكثر من موقوف كنعيم عباس الشيخ أحمد الأسير موقوفين الإسلاميين. يقال أن هذا الأسلوب هو لعدم استصدار أحكام من قبل المحكمة العسكرية بحقهم، وبالتالي يصبحون قادرين على الدخول بأي صفقة مقايضة مع المجموعات الإرهابية. كل ذلك كان قبل أحداث عرسال الأخيرة أو معركة عرسال وكشف مصير العسكريين المخطوفين. جلسة اليوم سبقها بالأمس طلب تقدم به وكلاء الدفاع عن الأسير وتضمن سلسلة من الطلبات. هذه الطلبات يعني سنورد بعضا منها: استجواب رئيس الجمهورية السابق ميشيل سليمان، دعوة رئيس مجلس الوزراء السابق نجيب ميقاتي إلى المحكمة العسكرية لاستضاحه حول موضوع هام حدث في أحداث عبرة، دعوة الوزير معين المرعبي، وزير الداخلية الأسبق مروان شربل. يعني سلسلة من الطلبات تقدم بها وكلاء الدفاع عن الأسير بالأمس للمحكمة العسكرية في إطار مزيد من التأجيل وعدم سير جلسة اليوم. المحكمة رفضت هذه الطلبات، وبحسب معلومات الـ LBCI هناك مفاجأة تعدها المحكمة العسكرية لوكلاء الدفاع، مفاجأة قانونية لسير الجلسات. وكما هو معروف أيضا في الجلسات السابقة تقدم وكلاء الدفاع عن الأسير بطلب رد هيئة المحكمة العسكرية، أما تغيير هيئة المحكمة يعني القضاة، وأما نقل الملف إلى محكمة أخرى. المحكمة العسكرية مؤلفة من عمداء عسكريين ومن قاضي واحد مدني. محكمة التمييز العسكرية ردت الطلب فيما خص العمداء العسكريين. بالنسبة للعضو القاضي المدني لم ترد على طلب وكلاء الدفاع بعد محكمة التمييز المدنية. بالنسبة للرئيس درباس وهو العضو المدني الوحيد في هذه الجلسة، وبالتالي كان عدم رد محكمة التمييز يعوق سير المحاكمة. هناك مفاجأة كما سبق وذكرت تعدها المحكمة العسكرية ورئيس المحكمة العميد حسين عبد الله لسير المحاكمة وللاستجواب الأسير ومع الموقوفين. علينا الانتظار لبدء هذه الجلسة لمعرفة ما إذا كانت من مفاجآت إضافية أيضا في وكلاء الدفاع لتأخير وعدم سير وعقد هذه الجلسة المخصصة لاستجواب الشيخ أحمد الأسير وموقوفين آخرين في ملف أحداث عبرة التي سقط فيها شهداء ضباط وعسكريين من الجيش اللبناني. شكرا لك الزميل مارون نصيف على هذه المعلومات. برحب فيك الصحفي حازم الأمين. أهلا فيك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. نعتذر يعني عجقة سير كانت. أي ساعة تركت بيروت تقريبا؟ 9:10. أوكي. يعني ساعة ونص. العجقة أكتر شيء على مدخل بيروت. مدخل بيروت وش بيجوني شوية كمان في عجقة. بس عم داخل بيروت خانقة. صحيح. طيب خلينا نجرب انه نعود قد ما فينا عن الوقت اللي رح خلينا انطلق من يعني رسالة الزميل مارون نصيف
وموضوع إعادة أو محاكمة أحمد الأسير اللي في كتير بالكواليس حديث بأنه اليوم مع الانتهاء من ملف الجرود هناك إعادة ضخ لهذا الملف، وهناك أصوات بتقول أنه كان من المطلوب أنه المماطلة بهذا الملف، وهناك أصوات اليوم عم تحكي أنه صار وقت هذه المحاكمة. هل في معلومات بهذا الصدد؟ لا، في ما في معلومات، بس في يعني هيك في الواحد يلاحظ أنه في جو بالبلد، جو عام بالبلد، يعني محاولة في جهة انتصرت بموضوع أحمد الأسير تحديدا. هل التفسير قد يكون ضعيف شوي، ولكن ممكن إدراجه بهالسياق. في عدد من في جهة انتصرت، في تعامل عام مع اللبنانيين، في جهة انتصرت على جهة. ما جرى بملف المخرج السينمائي زياد دويري، ما يجري اليوم، ما يعني أنا برأيي في جو عام بيوحي بأنه في شيء تغير بالبلد. شو يعني شيء تغير بالبلد؟ شو اللي تغير بالبلد؟ في جهة بالبلد انتصرت، وهي يعني ستترجم نصرة. بالأمس طبعا أعلن السيد حسن نصر الله يعني بالمعنى المذهبي والطائفي، بالمعنى السياسي، بالمعنى القضائي والعسكري والأمني، فبده يبين فيه هل بده يعني يطلع عنا يعني ملف دويري زياد دويري امبارح انه في فيلم عمل بال2013 بعد النصر عم بيفتح ملفه كمان فكمان هاي مش صدفة، او برأيي مش صدفة، وان كان لا لكن يعني تزامن يعني ممكن طبعا إدراج هذا الرأي، ولكن أيضا في تسلسل ممكن يكون منطقي من وجهة نظر الآخر. يعني هو منع عرض فيلمه الصدمة اللي صور بي، بس هو له من 2013 بيجي على بيروت. نعم بس هلأ لأنه يعني يعني تزامن هذا مع عرض فيلمه الجديد القضية 23، وكان منع عرض فيلم الصدمة فيما قبل بسبب أنه صور في الأراضي الفلسطينية المحتلة. واليوم يعني أعادت جريدة الأخبار فتح هذا الملف خاصة بأنه في عنده فيلم جديد. كان في استنكارات، كان في أصوات إذا بدك لناشطين. هلا أنا ماني بوارد استنكر، عم بوصف وضع وعم أقول أنه في ملفات رح يبدو أنه في جهة انتصرت ويعني ستتعامل مع هذا الموضوع، في جهة انهزمت وتتعامل مع نفسها بصفة مهزومة. وبالتالي في عدد من الظواهر السياسية ستنشأ حول هذا يعني اللي هلأ لفتني أنا وجاي من جوني، بلدية جوني معلقة شعارات ترحيب بالنصر بلغة فجر الجرود. كلمة فجر كتير موصولة بوعي إسلامي. صلاة الفجر، قوات الفجر موجودة بأدبيات الإسلاميين، فبرأيي تسللت لغة المنتصرين حتى إلى بلدية جوني. هل هي كتير دلالتها إسلامية كلمة الفجر؟ يعني هي دائما لا، أنا عم بحكي لا، إلها كمان دلالة البدايات. لا، بلبنان الليل أكتر من الفجر بجوني يعني الفجر بس هو هذا المصطلح اللي تم اعتماده فهمت يعني. بس أنا والاسم اسم المعركة يعني عم جرب أطرح مفارقة صغيرة، مش لأقول أنه هالشي صح، لأقول هالشي بيشبه شوي شو عم بيصير هلأ. وبالتالي كلنا بدنا نحكي بالفجر هلأ، بدنا ننزل نصلي صلاة الفجر وراء المنتصرين. إذن بموضوع أحمد الأسير، تعتقد أنه اليوم مع التطورات ومع انتهاء معارك جرود عرسيل ومع معركة فجر الجرود ممكن محاكمة أحمد الأسير؟ هل ممكن أنه تذهب الأمور بهذا المنحى؟ يعني أنا برأيي أحمد الأسير منا صعب محاكمته، منا صعب بالتركيبة اللبنانية، حتى وقت اللي كان في إجماع اللبناني على أن هذه ظاهرة خروج عن منطق الانقسام وذهاب الانقسام إلى مراحل قصوى، بغض النظر عن اللي صار والتحفظات اللي صارت بمعركة عبرة، يعني موضوع تاني هذا. بس هو كشخصية برأيي يعني محاكمته مش عصية على ما بتشكل استفزاز على الاجتماع اللبناني، وما بتشكل استفزاز يعني
ما إلى حساسية سنية لا معينة. لا باعتقادي لا يعني ما رح تعمل يعني هيك خضة مذهبية بالبلد. أنتقل سريعا قبل ما فوت إلى المواضيع السياسية أيضا إلى ملف المخرج زياد دويري. اليوم في أيضا انقسام في البلد بخصوص قضية زياد دويري. جريدة الأخبار اليوم يعني مشكل ملف تقريبا خاص مواكبة لهذه القضية. طبعا هي تستنكر بشكل واضح يعني البراءة القضائية اللي حصل عليها وعدم توقيفه، وهي تقول بأنه هذا خطر جدا، هذا خطر حقيقي على البلد لأنه يؤسس للتطبيع، وبأنه هناك جهات إعلامية عملت جديا على هذا الموضوع لكي تؤسس بيننا ثقافة التطبيع، بينما هناك يعني معسكر آخر يدافع عن دويري ويقول بأن هذه حرية فنية وبأن الفنان لا يساءل. أي منطق أي منطقي أكثر يبدو لك؟ أولا ما حدا قال أن الفنان لا يساءل، لا يساءل. إذا قتيل الفنان يساءل، إذا خرق القانون إذا خرق القانون بالقانون هو خرقه بشكل واضح. ليش؟ لأنه زيارة اللبناني إلى إسرائيل أو الأراضي الفلسطينية المحتلة دون موافقة مجلس الوزراء هو تطبيع، هذا خرق للقانون. طيب على كل حال في أنا فيني أعترض على القانون نفسه، مثل ما أنا بعترض على قانون تعدد الزوجات اللي هو قانون، مثل ما بعترض على قانون اغتصاب الزوجة اللي هو قانون، مثل ما بعترض على عدد كبير من القوانين. ففيها تكون الاعتراض إذا القانون في يعترض على قوانين، القوانين مش منزلة، مش يعني مش كتب سماوية. بس أنا منطلق من فكرة أنه هذا الفنان خرق القانون، وبالتالي هذا نقاش خليه ينفتح على القانون نفسه. لا نحن إذا يعني في مرة اعترضت على اغتصابها والقانون كان يسمح زوجي يعني نحن بنوقف معه، نوقف ضد القانون معه. ما عم أقول إنه نحن يعني معنا الحق، عم أقول هذا رأينا. ايه. واضح يعني. وبالتالي نحن فينا نوقف إلى جانب مخرج لبناني بحقه، لا سيما وإنه ما نسمح لنا نشوف الفيلم لنحكم كمان عن النتيجة اللي حصلت. الفيلم غير مرتبط بالقضية. الفيلم هذا غير مرتقد مش هذا الفيلم. الفيلم ما نسمح لنا هذا الفيلم بده يجي. لا مش ممنوع. بس الفيلم اللي منع بلبنان واللي صور بإسرائيل ما نسمح لنا نشوفه. وهذا أيضا إذا بده ينفتح نقاش بجدوى يعني جدوى هذه عمليات المقاطعة اللي حصلت، جدواها بقديش قدمت للقضية الفلسطينية وقديش أضرت. أنا برأيي كتير أضرت. برأيي في 1.5 مليون عربي بإسرائيل ممنوعين نحن من التواصل معهم، وممنوعين من إلا إذا وافقوا عليهم الممانعين. بيجي ناس بباسبورات إسرائيلية على لبنان بيوافقوا الممانعين. أما زياد دويري بيروح على إسرائيل يعني عزمي بشارة كان عضو بالبرلمان الإسرائيلي وكان يجي على لبنان لأنه تسمح له السلطات السورية يجي من المعبر، وكان يرحب فيه. لكن معروفة حيثيته. لا لا طب ليش حيثية زياد دويري ما تكون معروفة؟ معروفة حيثيته لعزمي أبشارة. مين قال له أنه زياد دويري مش أحسن من عزمي بشارة؟ مش عامل فيلم مثل ما كان يقول عزمي بشارة أنا بالكنيسة الإسرائيلي ضد إسرائيل؟ ما بيكون زياد دويري راح على إسرائيل يعمل فيلم ضد إسرائيل؟ ما نسمح لنا نشوف الفيلم لنقول. كما أنه يعني نحن منعنا من قراءة أدبيات إسرائيلية طويلة عريضة ضد إسرائيل. عدد كبير من الممانعين. كيف منعت؟ كل شيء متاح لك، فيك تجيب الكتب، فيك تفوت على سايت. ما فيني جيب الكتب، ممنوع الترجمة. كتاب أموس عوز، كتاب عن الحب والنسيان، اللي هو كتاب يعني مانيفيستو ضد إسرائيل، ممنوع. فيني جيبه من برا، عم بحكي أنا لبناني ما فيني سافر. فيك بلبنان تفوت على الويب سايتات الإسرائيلية وأنا ممنوع. الكتاب مش موجود على الويب سايتات. يعني ليش أنا ممنوع من شيء عدد هائل من الممانعين واللي عم بيخوضوا الحملة مسموح لهم؟ في ناس
راحوا على اسرائيل من اللي عم بيخوضوا الحمله بلا ما بدنا نحكي، في ناس راحوا غطوا 17 ايار من اللي عم بيخوضوا الحمله. راحوا مع الوفد اللبناني على 17 ايار على نهاريه من اللي عم بيخوضوا الحمله، ما فيهم يعملوا هال يعني بنفتحوا هذا الموضوع. طبعا انا مع انهم يروحوا، هذا صحافي يروح، هذا صحافي، هذا مخرج بدوي، انا هذا رايي وانا الى جانبه حتى لو هو خالف القانون. الدستور اللبناني بيسمح لي اني اختلف مع القوانين اللبنانيه وطالب بتغييرها وطالب بتعديلها وطالب بتحسينها وطالب باحترام ذكائي. يعني اللي منعوا كتاب قاموس عوز قريوه، ليش هني فيهم يقروه وانا ممنوع اقراه؟ هني قريوه بالفرنساوي، انا اللي ما بعرف فرنساوي. اعتقد بانهم ايضا حضروا فيلم الصدمه كمان. أعتقد. لا وفي يعني في في صحفي في صحفيين اسرائيليين اجوا على بيروت باذن منهم باذن منهم، وهن واجوا قعدوا بنص الحمره مع صحفيين. ولكن يعني تضع هذا في خانه يعني انتقاد السياسه الممانعه تجاه او الاستثناءات اللي بتعملها، واللي هي عندهم مشكل مع الفيلم تبع زياد الدويري جديد. مضمون الحمله هو الفيلم الجديد، فيلم عن بشير جميل بده يستفزهم بده يوترهم. ما قالهم يعني موضوع هذا الموضوع الثاني اللي نبش. والغريب هو استجابه الامن العام لهالموضوع او استجابه القضاء لهالموضوع، انه طيب لهم 2013 هالفيلم، شو حجته الامن العام؟ ليش ما وقفوا لزياد الدويري؟ لانه يمكن عملت يعني عملت جريده الاخبار حمله حول هذا الموضوع. استجابت بهالسرعه وبهالسهوله وبهالوضوح. بعيدا عن الاستنسابيه اللي عم تتهم فيها محور الممانعه ويمكن مثقفي وكتاب والجهات الاعلاميه لمحور الممانعه، ولكن بالمنطق واذا بدك بالموقف بحد ذاته من القضيه الفلسطينيه ومن اسرائيل، وبالمناسبه الموقف من اسرائيل ليس فقط حكر على القضيه الفلسطينيه، اسرائيل هي بالنهايه دوله اعتدت على لبنان، احتلت لبنان، قتلت مئات طبعاً اللبنانيين طبعاً، وهي دوله يعني ما حدا ظالمه جدا تجاه اللبنانيين. وانا ضد اكثر مما هني ضد، هني بيشبهوها. طيب مجرد انا ضد اكثر عظيم. فكره اليوم انه الدفاع عن زياد الدويري وذهابه إلى إسرائيل، طبعا حضرتك اطلعت عما قام به زياد الدويري، ما بعرف إذا تسنى لك بأن تشاهد مثلا المقابلات اللي قام فيها على التلفزيون الإسرائيلي والتصريح، يعني ما بعرف إذا اطلعت عليها، ولكن اللي اطلعوا عليها ممكن يعني، وأنا اطلعت عليها في مكان بيقول أنه هو ضد هذا الفصل بين اللبنانيين والإسرائيليين والعرب والإسرائيليين. وإدوارد سعيد هيك بيقول، وهو ده نبيهم. أوكي. يعني إدوارد سعيد هو مع الدولة. أوكي. أوكي. ذات ولكن ذات اليوم 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 تحكي هذا يمهد، أنتوا اللي عم تقولوا تمهدون لقبول فكرة التطبيع مع الكيان الإسرائيلي بأي أعراف أخلاقية إنسانية؟ مين اللي حط الأخلاق ومين اللي قرر إنه هي أخلاق؟ أنا هيدا سؤالي. انهزموا بمواجهتهم مع إسرائيل. لا أنا هيدا سؤالي. مين أنا لا أعتقد إني كتير أمثل الممانعة هنا، ولكن إذا سمحت لي. شو هي القيم؟ أنا بسألك. أنا برأيي هيدي القيم هي اللي تحتاج إلى مراجعة أخلاقية. طيب. في مليون ونص عربي بإسرائيل ممنوعين نحن من التواصل معهم بحكم هذا القرار، وقف منع يعني احتجاجات على التطبيع. هذا مش عقم أخلاقي كمان؟ في مليون ونص عربي ممنوعين يجوا لعنا، ممنوعين نروح لعندهم، ممنوعين، وبس يتعلموا عبري منصير نقول متصهينين. بس لا نقولها يعني، لا يقال هذا. بلا في قصة طويلة عريضة اسمها في أعلام بالممانعة تتقن العبرية بطلاقة كبيرة. أحد ما يؤخذ على عرب إسرائيل أنهم صاروا جزء من السيستم بإسرائيل وعم ينسوا اللغة العربية وعم ينسوا اللغة العربية، ونحن ما بدنا نروح لعندهم. إنه كيف العربي يعني اللغة والثقافة العربية بدها تطلع لوحدها، ما بدها صلة مع محيطها، بدها
بس يعني سؤالي الأخير بس إذا سمحت لي بس بالتعريف، شو هو المعيار الأخلاقي؟ المعيار الأخلاقي بالنسبة للمعترضين بعيدا عن الممانعين، عم بحكي هلأ من منطلق شخص ممكن يكون مش ممانع ولكن عنده تحفظ على التطبيع مع إسرائيل، يعني بالنهاية التطبيع مع إسرائيل هو القبول ضمنا بأنه من شرد الفلسطينيين ومن أخذ غصبا أرض منا لإله ومن اعتدى على اللبنانيين وقام بمجزرة أولى وثانية وثالثة ولم يحاسب لا من القانون الدولي ولا من المجتمع الدولي ولم وهو انتصر بالنهاية، نجا نحن نقدم له هذا التطبيع وهذه العلاقات الطبيعية. هل هذا مقبول إنسانيا وأخلاقيا؟ أنا رايح على أرضي، محمود درويش رجع بموافقة إسرائيلية، قعد برام الله بموافقة إسرائيلية رجع يعني وهذا محمود درويش. فهاي التقنية فشلت وانهزمت ويجب إعادة النظر فيها. الصراع بشكله هذا انهزمنا فيه، خلينا نعمل، خلينا نروح على نفكر بشيء تاني. نحن عنا قوة هائلة بإسرائيل اسمها عرب إسرائيل، ولكن التطبيع هو مطلب إسرائيلي. تطبيع شو؟ التطبيع يعني نحن أقوى منهم. إذا العلاقات ليش هو مطلب مين؟ إسرائيلي يعني نحن عم نقدم لهم آخر مطلب لإلهم، معناها هذا اعتراف لإلهم بأنه هني أقوى مننا، أنه نحن إذا أقمنا جوار ثقافي رايق وهادئ معهم، إذا نحن ما انتصرنا في معناها هن أقوى مننا، عم نعترف لهم بقوة ثقافتهم، بقوة سينمتهم، بقوة أدبهم، بقوة اقتصادهم، بقوة. فليش هالخوف؟ لا، مجرد القبول بالعلاقة منه إقرار بفوقية الأخرى. في 250 مليون عربي وفي 4-5 مليون إسرائيلي خايفين منهم. شو أنا رأيي هن بخافوا، هن بخافوا من العلاقة الطبيعية، هن اللي هزموا مشروع الشرق الأوسط، مش نحن الجديد. مشروع العلاقات الطبيعية إنه إسرائيل تكون جزء طبيعي من المنطقة، لأنه إذا صارت جزء طبيعي من المنطقة خلصت انتهت. إسرائيل لازم تبقى جسم غريب، وهن هودي مقاومي التطبيع هن أحرص على إسرائيل منها، أحرص على إسرائيل، لأنه إذا إسرائيل صارت جزء طبيعي ليش بده 300 مليون يخافوا من 3-4 ملايين؟ ليش؟ هي يعني حضرتك عم تشرح إشكالية أخرى، الإشكالية البسيطة المطروحة هنا بطرح. إنه مجرد التطبيع هو اعتراف، خلص الاعتراف الأخير بوجود مين إسرائيل. مين لما أنت تكون لما تكون أنت على علاقة مع هذا العدو، يعني أنت اعترفت بوجوده. لما يعني بدأ أوضح من هيك، أنا أخذت إذن من الدولة اللبنانية ورحت على غزة. ليش أنا ما ليش وافقت لي الحكومة اللبنانية؟ وافقت لي لروح غطي الحرب اللي عم تخوضها إسرائيل على غزة. كيف أنا الصحافي العربي بدي غطي حرب عم تخوضها إسرائيل برام الله؟ كيف بدي أعمل تحقيق صحفي عن جدار الفصل العنصري؟ أهم إني أعمل هالشيء. القانون واضح. أهم. القانون واضح. الحكومة بتعطيك. أنا ضد بس قصدي القانون. أنا عم أقول. يعني أنا أروح على إسرائيل لأعمل تحقيق صحفي عن جدار الفصل العنصري ميداني، وجيبوا قائع ومعطيات ومين العيال اللي انفصل فصلها عن مين ومين، وارسم للقارئ العربي مشهد ميداني. والله تجي ببيتي من بيروت اخلع مقال سب فيه على إسرائيل. ولكن يعني اسمح لي، القانون واضح بهذا الموضوع، إذا مجلس الوزراء أعطى الموافقة يمكن الذهاب والتغطية. يعني عم بتقول أنه حضرتك قدرت أنك تعمل تغطية للحرب الإسرائيلية على غزة، كيف ممكن إذا ما حصل حرب على رام الله تغطيتها إذا مجلس الوزراء ممكن أنه يعطي موافقة على هذا الموضوع؟ يعني اللي عم جرب أقوله أنه مش هالقد مسكرة البواب. بلا مسكرة. أوكي. بلا مسكرة. أوكي. طيب، أكتفي بهذا القدر بموضوع الفنان والمخرج زياد دويري. خلينا أخذ فاصل إعلاني، من بعدها بدخل إلى المواضيع السياسية. التحقيق الذي هو اليوم العنوان الأساسي بالمشهد السياسي اللبناني حول ما حصل في عرسال ب 2 آب 2014، هل هو ممكن أنه يؤسس لانشقاق حقيقي بالحكومة أم أنه المنشد إلى لا تزال هذه الهدنة صامدة؟ مشاهدينا ابقوا معنا. We'll be right back.
عودة إلى نهاركم سعيد وإلى الصحافي حازم الأمين، برحب فيك عن جديد. المشهد السياسي اليوم اللبناني كله يتمحور حول معركة الجرود وانعكاساتها السياسية. قبل الانعكاسات السياسية بدءا، المشهد والانفراج وعملية إخراج داعش والنصرة بالنسبة للكثيرين هي قرار إقليمي لا يمكن أن يكون لحظة داخلية بحتة. ما هو القرار الإقليمي أو ما هي خلفيات توقيت هذه المعركة وخروج النصرة وداعش؟ ما هو مش قرار إقليمي، بس هو استكمال لمشهد إقليمي، يعني قرار إخراج داعش عن الحدود والنصرة عند الحدود اللبنانية السورية لم يؤخذ ببيروت طبعا، أكيد أخذوا محور عم بيخوض حروب بأكثر من مكان، بلبنان وبسوريا وبالعراق. ولبنان على هامش هذا، يعني لبنان ما جرى فيه شيء كتير هامشي، والتضخيم الانتصار بحيث أنه التحرير الثاني تصويره بصفته التحرير الثاني برأيي في إساءة للتحرير الأول، يعني إذا التحرير الثاني هيك، التحرير الأول لازم يكون من نفس العائلة، لأنه في يعني 300-400 مقاتل، يعني أعيد صياغة الهوية اللبنانية على أساسه ما مش كتير مقنعة. أخرجت هالمجموعة، وفي شيء صار مش كتير مقنع في داخل، برأيي اللي عمله حزب الله كتير طبيعي، لأنه في جهة منتصرة بدها تفاوض وبدها تطلع أسراها بس اللي انتصر هو حزب الله مش لبنان ولا الجيش اللبناني. ليه؟ لأنه صفقة صارت معهم، مش مع صفقة خروج داعش من الجرد، ما صارت مع ولكن من حرر الأرض اللبناني. ولكن من حرر الأرض وخاض هذه المعركة، واللي مين اللي في إجماع بأنها لم تكن بمعركة سهلة أو يعني أنا صحافي والآخر ما فيني صدق إلا اللي بشوفه، إلا اللي ما قدرت شفت، ما طلع ولا صحفي لفوق غطالي بشكل فعلي شو صار، ما عرفنا شو صار فوق، لنقول صعبة وسهلة فتم يعني تجنيد الصحفيين مع القوات المساندة والخطوط الخلفية، وما حدا وصل للمعركة ليشرح لنا شو فيه وشو صار. لا الشيء الثاني ولكن الأهم، شفنا فيديوهات لداعش عم بيسلموا حالهم. مش مقنعين كتير ما هيك؟ لا ليه مش مقنعين، بالعكس في يعني في كتير إجماع كان بالنسبة لكثير من المراقبين، أو في رأي لكثير من المراقبين بأنها في كانت شيء مش لا ما عندي معطيات لصلبة، بس أنا شفت مشهد مش مقنع. إلى جانب هيك أنه في ناس في هن مجموعات هي اللي أقدمت على إعدام الجنود، تم السماح لها بالخروج. بفهم بصير مرات بالحروب، بس ثمن مين تقاضاه؟ لبنان جفف. ألا تعتقد بأنه الثمن تقاضاه لبنان بأنه برهن بأنه الجيش اللبناني قادر على أن يقوم بمعارك لوحده، وبالتالي هذا انتصار للبنانيين ولا سيما لعدم الممانعين لغير حصلت الممانعين؟ صفقة بين متقاتلين حصلت، في جهة كانت عم تقاتل كانت برات هالصفقة، فهذا اللي عم قوله. وقلت أنا بفهم شو الحملة إنه حزب الله والباصات التسوية ومدري شو، ماش بلا طعمه بالآخر. الحروب والانتصارات تعقبها تسويات صغيرة من هالنوع، لكن ما يعني لفتني هو هذا العامل، إنه أين لبنان من هذا الانتصار؟ فيني أقول في انتصار لمحور، في انتصار لمحور. ساعتها يعلن لبنان اندراجه الرسمي بهالمحور، يعلن سعد الحريري اندراجه الرسمي بهالمحور. يعني لأنه لبنان هو تركيبة بالآخر، رئيس الجمهورية معلن أنه هو جزء من هالمحور، بس هالتركيبة مش معلن.
على بالقليل سعد الحريري. لا، رئيس الجمهورية غير معلن بانه هو ينتمي الى على الاقل هو. وفي خطاب هو النصر على رأس تيار سياسي بانه الجيش اللبناني هو من حرر، ولم ياتي على ذكر المقاومة للمناسبة. لا انا يعني بحكي انه هو جزء من تيار سياسي معروف في خياراته. وبالتالي التركيبة اللبنانية تركيبة لم تعلن رسميا انها جزء من المحور. نعم صحيح. بالوقت اللي عم بيصير عمليا هو هيك. استاذ حازم، في سؤال فعلا بيلفت نظر الصحفيين جدا، حضرتك من اللي راحوا على الموصل والعراق وتابعت بشكل كبير يعني تغلغل هذه الجماعات ان كان في العراق وان كان في سوريا. مع معركة الموصل كان في سؤال أساسي طرحته الصحافة العالمية، مقاتلو داعش هل انشقت الأرض وبلعتهم؟ بمعنى أنه شفنا تحرير للموصل ولم نرى، لا يعني لم نرى أفواج من الأسرى أو من القتلى في هذه العملية. نفس الشيء قد يندرج على لبنان، يعني شفنا أيضا ترحيل لهذه المجموعة دون أسر، دون يعني دون محاكمات إلى آخره. لماذا في العراق وفي لبنان لماذا هناك قرار، ما بعرف إذا دولي أو إقليمي أو شو هو، بعدم القبض وعلى تبخر هؤلاء المقاتلين؟ هو مش قرار، لكن شو؟ لأنه هي داعش هيك صورت بصفتها جسم هيك صلب ومتماسك وغريب عن التركيبة، وداعش مش هيك. داعش دابت، داعش مو جزء من التركيبة الاجتماعية بالمنطقة. داعش مثل ما حزب الله هو لحظة شيعية، داعش هي لحظة سنية. هذا الكلام المسيرات يجب. لحظة سنية؟ في لحظة سياسية سنية، نوع الاستجابة السنية لشكل الضغوط واللي مورست عليهم بالعراق، نوع هاي الاستجابة هيك صار. اللي صار وقت سقطت الموصل كان في لحظة فعاليات الموصل، ومن ضمنهم ناس جزء من الحياة السياسية بيت النجيفة والآخرية كانوا عم بيخططوا لأعلان فيدرالية سنية. إجا المالك انسحب وفتح الطريق لداعش، إجت داعش استثمرت بلحظة صعود يعني إحساس سني بالخصومة للحكومة، واخذت المدينه وطيرت طيب. الكل. اوكي. وهي اللحظه هاي اللي بقول عنها انها هي لحظه سنيه. طبعا داعش هي اكثر بكثير من هيك، داعش هي شيء، هي اخطاء العالم كله، هي مصفيه لاخطاء العالم كله بكل بلد. يعني اجى 2000 فرنساوي من داعش، اجى 6000 تونسي على داعش، اجى 5000 تركي. السؤال هو وينهم؟ كانوا يعني كانوا مسيطرين وعندهم إمارة بالموصل، تبخروا انشقت الأرض وبلعتهم، اليوم أيضا يرحلون، وينهم؟ وقت اللي انتصرت الصحوات وين راح الزرقاوي؟ عفوا؟ وقت اللي انتصرت الصحوات بالأنبار 2011 اختفت داعش كمان، راحت قاعدة يعني. يعني هي تنظيم الدولة كان اسمها الدولة الإسلامية في العراق. نعم. اللي بعدين هي أمها لداعش، اللي خلفتها لداعش، اختفت لأنه في عندك لا بس عفوا مساحات يعني تحرك هائلة بالصحراء. صحيح، ولكن هل عم نحكي بنفس الثقل؟ يعني الثقل الزرقاوي ومجموعته هل هو يعادل ثقل داعش؟ خلينا نحكي، في عدد من الناس اللي هلأ موجودين بمخيمات النسحين كبير بمحيط الموصل، في حوالي مليونين شخص منتشرين بمخيمات. في ناس راحوا على الصحراء. تقدر المصادر الأمنية العراقية بوجود 1000 خلية نائمة بالموصل. 1000 خلية نائمة. في ناس انقتلوا طبعا، في عدد كبير انقتل. وبالتالي طب لماذا لم نراه حتى في الموصل وانت كنت على الأرض؟ ليه ما شفناهم؟ شفت القتلى؟ بلا انا شفت قتلى كتير، بس هوني مش بس القتلى، لم يظهروا اعلاميا. بلا كان في عشرات الجثث مكبوبه، في كان في قتلى يعني. حرب كانت حرب طاحنه دمرت الموصل، كان في قرار بتدمير الموصل اصلا قبل ما نحكي بالحرب. وبالتالي في مئات القتلى، في الاف اختفوا، في الاف موجودين. وفي داعش ما كانت
التنظيم نفسه بس، كان في شبكة تحالفات عشائرية عملتها داعش، هيدي بعدها هي ذاتها موجودة، وهلأ نقلت العشائر تعمل يعني نقلة بولاءاتها بسرعة كتير وبمرونة وببراغماتية عالية جدا. ففي حمايات عشائرية هلأ لعدد كبير من القوات اللي كانت بمحيط داعش، بتنظيمات بتعمل ضمن قوات تنظيم ولكنها مش جزء من جسمه التنظيمي، موجودة بعدها موجودة، مخيمات مليانة في كتير. والقول بأنه إذا بدك تستقص لداعش ما فيك تستقص لداعش، داعش جزء من تركيبة اجتماعية، اللي بده يهرب من هالحقيقة بيكون عم بيأجل المشكلة. وأنا رأيي حزب الله كتير بيوعى هالشي، وأنا رأيي التسوية اللي عملها هاي مع هول المقاتلين إذا هو من موقعه هو في درجة من عقلانية المنتصر، إنه أنا باخد حقهم شو بدي فيهم، هو دي ناس موجودين في منهم آلاف، شو هالنصر إذا قتلتهم يعني؟ إذا بيعطوني حقهم شيء بأخده بحسابات الحرب ما إلا معنى. لكن قد يكون أيضا هذا عقلاني، بمعنى أنه وخاصة من جانب النظام السوري، بمعنى أنه على أبواب انتهاء الحرب السورية كما يروج الآن، قد يكون من العاقل أنه ما يتم، ما يصير فيه مجزرة ولا يؤسس هذا المرحلة الجديدة على مجازر، وإنما مش هيك على سلم أهلي. مجازر اللي صارت اللي عملها النظام بسوريا وقتل فيها مئات ألف سوريين، اللي قتل 100,000 مش راح، أو 500,000 مش راح يغص ب300 شخص. بس أنا عم أقول إذا بيقبض يعني هون، يعني عم بحكي عن حدا بده يقبض حقه، يعني في تسوية، في جسس لمقاتلين لحزب الله وجسس لمقاتلين إيرانيين، في أسرى، يمكن في بعد ما انكشفت فصول. نحن معنيين كنا كرأي عام لبناني بمعرفة تفاصيل هالاتفاق اللي ما عرفنا، ما حدا عرفه. في عنا 10 جنود هن لبنانيين، في رأي عام لبناني معني بمعرفة الصفقة اللي تمت مع قاتلينهم. لا بس هذا وضحت، يعني هذا وضحت شو في كتير، في كتير شو الثمن، في كتير ليش انسحبوا هؤلاء الناس بأمان؟ ما في، لا يعني السيد حسن فسره، واللواء عباس ابراهيم فسره، شو هو السيد حسن نصر الله فسره بانه يعني نعم تقدمت المعركه، ولكن اذا ما كانوا على قيد الحياه الجنود اللبنانيين، داعش عنده منطق ان دائما بتقتل اسراها، فاذا ما تم يعني تخلص من كل الموجودين اليوم بالجرود، ممكن انه هو ليكونوا اولا هن يعني ممكن المرحله الثانيه من الصفقه تنفي هذا الكلام، لانه نحن عرفنا بالمرحله الثانيه انه هودي قتلوا الجنود، ما هي ولكن حرص على سلامتهم للوصول. حتى اللواء عباس ابراهيم ما بيجزم بشكل قاطع انه انا كان عندي الدليل القاطع والنهائي على وجود جثث في مكان معين. عرفنا ما جبنا الجثث، ليش بعد ما بعد ما طلعوا بالبساط ومشيوا وعلقوا بالصحراء، بعدين رفعنا الصوت انه هودي ناس عم تقصفهم الطائرات الأمريكية وراح يصير في قتلى وجرحى. طب ما عرفنا انه هودي عملوا هيك، ليش ما رجعنا، ليش ما رجعنا؟ بعدين انت بتعملي صفقة، لانه في ادبيات حزب الله هو دائما يعني حتى اتبع هذا في الجنوب اللبناني. مع مين؟ مع الأهالي يعني في الجنوب اللبناني، بانه عندما تنتهي المعركة هو يحافظ على المدنيين وتهم سلامة المدنيين. هو يقول أنه في هذه القافلة هناك نساء وأطفال. طيب وحوالي يروحوا ياخذوا المقاتلين. طيب بالآخر في شيء، في رأي عام لبناني حس بأنه في شيء ما عرفه، وفي عنده هو 10 شهداء لقاله. اليوم الموضوع يعني العنوان الأساس من العناوين الأساسية اليوم حكوميا وسياسيا في لبنان هو التحقيق. الجميع يقول بأنه هو مع التحقيق، والجميع يتراشق التهم بخصوص
معرفة ما حصل ب 2 آب 2014. طبعا رئيس الجمهورية يقول بأنه هو مع التحقيق، ومن يشوش على هذا التحقيق فهو يعني يضر بالمصلحة الوطنية. الرئيس تمام سلام صار في حملة تضامن كبيرة معه من قبل الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل، لأنهم اعتبروه مستهدف من قبل الاتهامات السياسية للفريق الآخر. التحقيق هل يمكن أن يصبح مثله مثل باقي العناوين التي تبدأ كبيرة في لبنان وتنتهي بعدين بالدرج؟ أكيد أكيد، لأنه أصلا يعني ما في مادة نقاش، ما في مادة تحقيق. الجيش اللبناني ما كان بيحمل يفوت على عرسال، بيفهم ما كان بيحمل؟ ليه؟ لأنه بتركيبة مثل لبنان طائفية، ببلد كان فيها 120 ألف سنة بده يقتحمها جيش تلتين وسنة ما بتركب، في خوف على الجيش ما بتزبط. مع العلم انه الجميع يؤكد انه بلدة عرسال هي بلدة داعمة للجيش اللبناني، ليست ببيئة حاضنة لهذه المجموعات. العميد شامل روكوز قال بانه نعم عرسال هي بيئة حاضنة ولكنها حاضنة للدولة اللبنانية وللجيش اللبناني. لماذا يعني ليه هذه المخاوف؟ بدنا نحكي سياسي ولا نحكيش عربي؟ لا ما عم نحكي سياسي، اللي هن العراسلة يعني شي مرة قالوا انه هن بشكل فعلي بيتبنوا هذه الأبطال، سياسي بشكل فعلي لا هول داعش ولا هول أبطال العالم. في قوة بدها تفوت على بلد، بدها تفوت على مدينة أو شبه مدينة فيها 120 ألف شخص، الخوف من مجزرة، خوف يعني ثابت وراجح، والاقدام على هذه الخطوة كان سيعرض الجيش اللبناني لامتحان برأيي كتير صعب. وبالتالي هيك نبش الموضوع هلأ انه ليش منع الجيش، لها السبب منع الجيش، في تفاصيل وأوامر انعطت وانا ما بعرفها، بس بالمشهد من برا منع الجيش انه يفوت لأنه فوته ستعرضه لامتحان كبير. مش بس بيفرض، تفرض الحكومة كانت رئيس الحكومة السنة رح يحمل مجزرة بعرسال، مين بيضمن انه ما يصير مجزرة بعرسال؟ في جيش فايت وفي جوا مش معروف شو فيه. ومن يومين اني يعني العميد روكوز نفسه ما كان عم بيقول انه مخيمات اللاجئين مليانة مسلحين ومليانة كذا، وفاتوا وشلحوا الناس بالزلط وانتهكوا. يعني هذا المشهد مين بيضمن ما يتكرر؟ ورد الفعل عليه شو هي؟ ليش بك تفوتي الجيش في الفوتة؟ فهذه هي الأسباب الواقعية والفعلية للي لعدم دخول الجيش يعني العرسل. يعني كمان برجع هلا تحقيق وما التحقيق برأيي رح يرجع لهالمحل. لكن برجع بقول أيضا أنه العميد شامل روكوس قال بأنه هم كانوا على مقربة، يعني كانت الظروف العملية مهيئة لعملية موضعية خليني، وبيقدروا انهم يسترجعوا فيها الجنود المخطوفين، خاصة انه هن كانوا يعني موجودين في على محيط هذه المدينة بلدة عرسال. ولكن يعني هو يقول بالمنطق العسكري كان قادر على القيام بالعملية بسهولة وبنظافة، ولكن اتى قرار بعدم الدخول. يعني بالمنطق العسكري شاهد عسكري بيقول لك انه لا كانت سهلة العملية او كان ممكن بسهولة القيام بها. على العموم بمخيم نهر البارد كانت القصة أسهل واستمرت سنة وتدمر المخيم. طيب خليني أنتقل إلى موضوع آخر. بالأمس السيد حسن نصر الله بحسب يعني أيضا ما نقل عنه بجريدة الأخبار بلقائه مع القياديين بحزب الله قال بأنه هذا المحور انتصر، النصر يعني نهائي وواضح في المنطقة مقابل المحور الآخر. في مقالاتك أيضا كتبت بأنه في معنى أن تنتصر إيران. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصل بالرئيس بشار الأسد وهنأه على النصر الاستراتيجي في دير الزور. النصر الذي يتم الحديث عنه إن كان من الممانعين أو من عدم أو من غير الممانعين، هو يمهد لستاتيكو طويل في المنطقة أم أنه لحظة آنية؟
لا، اولا الحرب ما انتهت برايي، في نصر تحقق اكيد، في جهه تحقق يعني، في محور عمل يعني انجازات ميدانيه بالمرحله الاخيره. الحرب ما خلصت وحساباتها ما خلصت بعد. ما خلصت عسكريا يعني، بس يعني اليس هذا التصور دقيقا انه بعد في جيوب بدأت تتنظف، ولكن المشهد العام رسم؟ لا ما رسم يعني. سوريا ما رح ترجع سوريا. سوريا بعد لهلا ما تحدد شكلها كيف هو، لكن اكيد اكبر بالنسبه للرئيس بشار الاسد اكبر من سوريا المفيده اللي كان يتم الحديث عنها منذ حوالي السنه. لا سوريا مفيده، يعني سوريا غير مفيده. إيه بس يعني اذا بذكر حضرتك كنت من في اقليم كردي ارتسم، في نفوذ اسرائيلي واضح بالجنوب، في ايران، حضور ايراني يضعف طاغي ويضعف اي يعني طموح لبشار بانه يعني يرجع هو، وبالتالي ما عاد في قوى سوريه، ما عاد في قوى سوريه بالمشهد ابدا. العراق ما خلص، العراق ايضا في عنا فيدرالية سيعلن الاكراد استقلالهم فيها. قول بأنه تم القضاء على داعش، أنا رأيي كلام في درجة عالية من الغباء، لأنه بالمنطقة كلها ولا مرة في حدا قدر انتصر، طائفة قدرت انتصرت على طائفة. النصر على داعش شكله هلأ انتصار شيعي على السنة، بصفتها ممثلة سنية هني صوروها هيك، المعركة هيك انعملت. إجا الحشد الشيعي الجنوبي قاتل بالموصل السنية، عاصمة السنة بالعراق، وهو الآن يسيطر على عاصمة السنة بالعراق. مش الحكومة العراقية المشكلة من السنة خارج السلطة بالعراق هلأ، وبالتالي في نصر واضح طائفي ومذهبي. هذا النصر بعيش أشهر، ما بيطول. سبق وصار، سبق وإجت الحكومة العراقية بالعراق، سبق وإجا بكل بأي منطقة. مين انتصر؟ مين في طائفة انتصرت على طائفة؟ في لا، ولكن يعني في حدا حضرتك يعني بتكتب بمقالاتك انه وهلا بعدك عم تقول نعم في نصر واضح لمحور على اخر. عم بقول نصر نهائي في هلا، طبعا في معركه ربحوها، بس هذا الشكل من الانتصارات. حتى الامريكان اجى وقت اللي صور اسقاط طاغي مثل صدام حسين، ما حدا عنده شك بانه مجرم وطاغي. وقت اللي صور بصفته انتصار شيعي على السنه، ما عاد ركب العراق، عاد زبط لهم من 2003 ما عم يزبط العراق. والشيعة أكترية فيه، الشيعة هني 60% ما عم يقدروا يحكموا. ف تعي هلأ نفس بسوريا القصة أعقد، في أقلية عم تنتصر على 80% من المجتمع السوري، كيف بدأوا ينحكم منهم؟ وبالتالي القول بأنه داعش خلصت، في مولود جديد بطريق. أنا انتهى وقتي، يعني لما بنحكي عن انتصار عم نحكي عن انتصار لعقود لعقد لا أنا رأيي أشهر 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 كل هذا الانتظار. خلينا ننظر. نحن للأسف انتهى وقتنا، يعني اليوم كانت عجقة السير بطريق هذه الحلقة. شكرا لك على وجودك معنا الصحافي حازم الأمين. مشاهدينا شكرا لكم على حسن المتابعة ونهاركم سعيد.